السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله العظيم أن تكونوا بخير. يتجدد بنا اللقاء لنقرأ قصة من القصص العربي. اخترت لكم اليوم كتابا بعنوان الشجاعة، يحوي ثلاث قصص مختلفة. اليوم سنقرأ واحدة منها. قبل أن نبدأ أريد منكم أن تسألوا آباءكم، ما الفرق بين الشجاعة والتهور؟ دعونا نبدأ. شخصيتنا الرئيسة أرنوب. دعونا نرى ماذا سيفعل أرنوب. أرنوب يفوز بالسباق. يوم الجمعة من كل أسبوع يقام سباق للجري. بدأ السباق، جرى الجميع بسرعة، وفي النهاية فاز فرفور بالمركز الأول. اجتمع الأصدقاء بعد السباق وقدموا التهنئة للفائز. سأل فرفور صديقه أرنوب، لماذا لم تشارك في هذا السباق؟ فأجاب بحزن، لا أستطيع الجري. فقال له فرفور، ولماذا لا تحاول؟ اجتمع مدرس التربية الرياضية بالتلاميذ وأخبرهم بموعد السباق الجمعة القادمة. ذهب فرفور إلى صديقه أرنوب وقال له، حاول المشاركة معنا في السباق القادم. فوافق أرنوب. وحان موعد السباق، وقف جميع المتسابقين في صف واحد، فشعر أرنوب بالخوف من السباق، وانطلقت صفارة البداية وبدأ الجميع بالجري. وكانت المفاجأة، أرنوب في المركز الأول. تقدم فرفور وصافح الفائز وقال، إن الشجاعة في المحاولة، ما لم نحاول لن نفوز. وتسلم أرنوب الكأس وهو في غاية السعادة. انتهت قصة اليوم. بالمحاولة والمثابرة سنحقق كل ما نرجو بمشيئة الله. لا تيأسوا أبدا، لكل منا هدف، بمشيئة الله سيتحقق بعد العمل والاجتهاد. دمتم بخير تلاميذي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.